يتقدم التلميذ الأول وطنياً محمد الأمين بن قداش، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.50 والمتمدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان، يحظى بشهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ أسامة دعاشي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 من ولاية سطيف، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال، حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 وهي تلميذة بولاية سعيدة، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ محمد أمين شوشي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.13، متمدرس بقطاع اختصاص مديرية تربية الجزائر وسط، تتقدم التلميذة إيناس سكفالي، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق بمعدل 19.12 من ولاية جيجل، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.02 بمدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم صاحبة الهمة التلميذة آلاء منصرية، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.02 من ولاية بسكرة، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية. المتفوقين والمتفوقات في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأدعو فضلا سيدي رئيس الجمهورية ليكرم مرة أخرى المتفوقين والمتفوقات في شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة الأولى وطنيا ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95 من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مالك بن نبي ولاية باتنا، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الوصيف حنين،
التلميذة حنين نصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا. تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ سامي نايت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية تربية الجزائر شرق. يحظى بهدية وميدالية لترتيبه الثالث وطنيا ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية. الصورة الجماعية مع المتوجين والمتوجات. يتوسط السيد رئيس الجمهورية المتفوقين والمتفوقات في الامتحانات المدرسية برسم شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لسنة 2023.